السلام عليكم شيخ بلال، مرحبا. عبر أثير صفحتك اليوم والله يعني نلت شرف تكريم هذا الأخ الطيب والصديق الوفي، وما أعظم الوفاء في وقتنا هذا، ما أعظم الوفاء. الشيخ سعدي رحمه ربي يحفظه إن شاء الله ويبارك فيه، نلت شرف تكريمه اليوم، ولكنه تكريم بسيط بالنسبة لمبادرته وطيبته وكرمه وجوده، ربي يحفظه ويبارك فيه. وهو يعني أنا أعتبره عنواني فيض البطن، إن لم أقل جلفة ومسعده، ربي يبارك فيه وربي يجزيه وربي يحفظ عويله ووليداته، ربي يبارك فيه ويجزيه خير إن شاء الله. بلال على هذه المبادرة الطيبة، ربي يجزيك خير إن شاء الله. بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ربي يحفظك إن شاء الله أخوي. ربي يحفظك يا شيخ، بارك الله فيك. ربي يحفظك إن شاء الله دائما. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي عليه صلوات الله عليه. يا ذا الدار المبني يا مولاها حبيب الله، عمرها يا ربي بالقرآن وذكر الله. يا ذا الدار المبني يا مولاها حبيب الله، عمرها يا ربي بالقرآن وذكر الله. يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي عليه صلوات الله عليه. بارك الله فيك. وبنه كلمة إن شاء الله. بارك الله فيك. ربي يحفظك يا شيخ بلال، ربي يحفظك يا شيخ فرحات، ربي يحفظكم إن شاء الله. استاهلوا أكثر. وهذه المبادرة شرف لي أنا. ربي يحفظكم إن شاء الله. آمين. بارك الله فيكم. ربي يحفظكم إن شاء الله. آمين 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 آمين.